مرحبا بكم. المحيط في وقتنا الحالي أصبح من أخطر الأماكن، فهو يمتلئ بأسماك القرش والعديد من الاخطبوط العملاق، ولكن كل هذا يعد لا شيء بجانب تلك الأسماك المتوحشة والتي تم اكتشافها في أعماق المحيطات في الماضي السحيق، مثل قرش الميغاليدون والذي يعد واحدا من أضخم وأخطر الحيوانات التي عاشت على كوكبنا منذ ملايين السنين. اليوم سنقدم لكم كائنات أكبر وأكثر رعبا من قرش الميغاليدون العملاق والتي كانت تعيش في أعماق المحيطات، ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. خامسا، ليوبلاردون. يعد من المخلوقات البحرية التي كانت تعيش في أوروبا في فترة العصر الجورسي، وقد جذب ذلك الكائن الانتباه إليه في عام 1999، حيث ظهر على التلفاز على قناة البي بي سي ضمن حلقات مسلسل جولات وديناصورات، وهو كائن ضخم يصل طوله إلى 25 متر ويزن 150 طن. هذا الوصف كان مبني على أساس البقايا التي وجدت والتي تعد دراستها غير وافية لكل المعلومات، فنحن لا نعلم حتى الآن عن النوع أو الفصيلة التي ينتمي إليها هذا الكائن، فقد كان أضخم مثال معروف لدى الجميع حيث يبلغ طوله 10 مترات في نفس الوقت والذي كان يبلغ طول أضخم كائن آنذاك من 5 إلى 7 مترات. كان هذا الكائن ذو رأس عملاق وعريض، أي كانت تشغل 5 أجزاء من جسمه كله، وكان يبلغ طول فكه المفترس مترا واحدا، ولديه أيضا أسنانا ضخمة، الأمر الذي يفسر تناوله لأي شيء بسهولة كبيرة. وكان لدى هذا الكائن القدرة على الهجوم السريع مثل التي يملكها التماسيح، ولديه 4 من الزعانف، الأمر الذي أتاح له السرعة في السباحة ليتمكن من الهجوم على فرائسه. يتغذى على الأسماك الضخمة والرخويات، ويهجم من وقت لآخر على باقي أنواع الكائنات البحرية. رابعا، قرش الميغاليدون. يعد الميغاليدون من أشهر الكائنات البحرية المفترسة الموجودة في قائمتنا اليوم. يعد الميغاليدون نفس فكرة القرش الموجود في عصرنا الآن، لكن حجمه في نفس حجم الحافلة، وقد لفت نظر القنوات مثل قناة ديسكفري والتي كانت تحب أن تتكلم عن الحيوانات والتي خلقت تقريبا لتكون أبطالا في أفلام الرعب. هناك بعض الأقاويل عن وجود الميغاليدون في عصر الديناصورات، فهذا الكائن يعيش منذ 1.5 مليون عام مضى. هذا يعني أن ذلك الكائن لم يرى الديناصورات والتي أتت من بعده. أما عن الأسلاف فبالتأكيد قد تمكنوا من مقابلته. يعد الميغاليدون من أقوى وأكبر وأشرس الأسماك المتوحشة في التاريخ، حيث كان حجمه ضخم جدا ومن الصعب تحديده بكل دقة، لكن الأبحاث التي أجريت على البقايا التي وجدت تقول أنه أضخم من أسماك القرش الموجودة حاليا، حيث يمكن أن يبلغ طوله 16 مترا ووزنه 47 طن. هذا يعني أن ذلك الكائن يعد أضخم كائن مفترس على مر تاريخ الكرة الأرضية. ثالثا، ليفايثن. يعد من وحوش البحر التوراتية، فهو حوت ويقوم بالهجوم على الحيتان الأخرى. يمتلك أسنانا ضخمة تعد أضخم أسنان بين سائر الحيوانات الأخرى، حيث تبلغ طول أسنانه 35 سنتيمتر. يعيش هذا الكائن في الماء ويتغذى على ما يتغذى عليه الميغاليدون، ولذلك دائما ما يكون هناك تنافس بينهما. أما عن البقايا التي وجدت لهذا الكائن فقد تم اكتشافها في عام 2008 في بيرو بواسطة مجموعة من علماء الحفريات. كانت تلك الحفريات ما زالت محتفظة بمعالمها، ولذلك تمكنوا من الوصول إلى نتيجة، وهي أن الطول الكامل لجسم الحوت كان يبلغ من 15 إلى 17 متر. يعد هذا الكائن من أقارب الحيتان الموجودة في عصرنا الحالي، ولكن ليس بنفس الحجم، فيمكن أن يصل طول الحيتان إلى 20 متر، ولكن أسنان هذا الكائن لا تشبه أسنان الحيتان المعاصرة ولا حتى تشبه الكائنات الموجودة في العصر الجورسي، فقد كانت أسنان البليزوسورات أصغر منها بالطبع. أما عما يميز هذا الكائن دونا عن غيره من الحيتان المعاصرة هو أن أسنانه تنمو من أسفل ومن أعلى الفك، مما يجعل عملية الاصطياد بالنسبة له سهلة جدا، سواء اصطياد الثدييات البحرية أو اصطياد الحيتان الأخرى والأسماك الأخرى الضخمة. ومن الجدير بالذكر أن العلماء لم يعثروا على عظام الضحايا المذكورين سابقا، ويمكن أن يرجع السبب إلى هروب الثدييات البحرية من بين أسنان الحوت عند هجومه على الفرائس الضخمة، ولم يتمكن العلماء من الوصول إلى نتيجة محددة حول سبب اختفاء هذا الكائن، ولكن رجح بعض العلماء أن السبب يمكنه أن يرجع إلى حدوث سكتة برد مفاجئة أدت إلى انخفاض شديد لأعداد الفرائس المتاحة للصيد، ولذلك توقف الحوت القديم عن الاصطياد وبالتالي توقف عن الطعام.
ويعتقد العلماء أن ذلك هو سبب انقراضه، وهو نفس سبب انقراض الميغالودون. ثانياً، البليوسور. يعد هذا الكائن من الزواحف البحرية المتوحشة والتي كانت تعيش في بحار ومحيطات كوكبنا في العصر الجورسي، أي منذ 160 إلى 145 مليون سنة مضت. يتمتع هذا الكائن بشكل جسدي مميز، حيث لديه رقبة صغيرة ورأسا كبير، وله أربعة من الزعانف عملاقة، مما يجعله حرفيا يطير في الماء. ولذلك فمن المحتمل أن يشبه هذا الكائن الليفايثن، والذي قد سبق أن تحدثنا عنه مسبقا إلى حد كبير، لكنه يختلف عنه في شكل بناء الجمجمة وعدد الأسنان، فهما أكبر منها، مما يجعله قادرا على فصل اللحم عن جسد فرائسه بسهولة كبيرة. أما عن زعانف هذا الكائن فهي قوية جدا، ولذلك لا يجد أي صعوبة في السباحة. وعلى ما يبدو أن البليوسور ضخم جدا، بل يمكن أن يكون أكثر الحيوانات ارتفاعا، ويتغذى على أسماك ضخمة مثله، ويمكن أن تصبح ضحاياه من أسماك الإكتيوسور والبليوسور أيضا، أي أن البليوسور يتغذى على أي شيء يمكنه الهجوم عليه بغض النظر عن حجمه، ولذلك لا يوجد لديه أي أعداء، ولذلك يعد من أضخم وأشرس الأنواع، ولديه مسمى ثان وهو البليوسور فانكي. يقدر طول جسمه بحوالي 10 إلى 13 متر، وذلك قبل أن يكون هناك معلومات مؤكدة عنها. لكن الأمر الذي اتفقنا عليها هو أنه من الحيوانات المفترسة لأكبر درجة. أولا وأخيرا، موزاسور. نعم، إنه ذلك الحيوان المائي الضخم الذي ظهر في فيلم جوراسيك وورلد. المجموعة التي يحتلها الموزاسور تختلف عن المجموعة التي كان يوجد فيها البليوسور، فالموزاسور يقترب شكله من الأفعى أو الغراب، كان يعيش حياته في الماء. أما عن شكله فهو لديه ذيلا طويلا، وتركيب الجمجمة والفك يجعله قادرا على مهاجمة الفرائس الكبيرة مثله، فهو يمتلك فكا عريضا مثل فك الأفاعي، فيستطيع الهجوم على أي كائن حي مهما اختلف معه في الحجم، بالإضافة إلى وجود صفا من الأسنان إضافية يجعله قادرا على القضاء على فريسته بكل قوة. يستطيع الصياد أي سمكة بما في ذلك سمكة القرش والثدييات البحرية، ذلك بفضل فكه القادر على قطع فريسته إلى نصفين، وتصل طول جمجمته 5 أمتار. ويبدو أن هذا الكائن هو أشرس الحيوانات على الإطلاق، حيث يهجم على الكائنات نفسها التي تهجم عليها الكائنات التي تكبره في الحجم. ونتيجة الصراع الموجود بين الأنواع البحرية المختلفة لم يستطع موزاسور العيش لوقتنا هذا، فهذا الكائن العملاق كان آخر الكائنات البحرية المفترسة الذي عاش لنهاية الفترة الطباشيرية، واختفى بعد ذلك، وظهر بعدها الديناصورات. كانت هذه هي المخلوقات الأكثر رعبا من قرش الميغالودون، والتي كانت موجودة في الماضي، ولكن اليوم لحسن الحظ الحيوان الوحيد المفترس الذي ظل موجودا حتى الآن هو الحوت الأبيض. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.